صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنه 2023 بتعيين مديرين في هيئه جوده التعليم والتدريب وذلك بناء على عرض رئيس مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب جاء فيه. يعين في هيئه جوده التعليم والتدريب كل من السيده اميره جعفر اكبر علي مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه السيده اميره محمد حسن البلوشي مديرا لاداره الامتحانات الوطنيه